فنيه كانت كثيره على كل حال في المباراه تاع اليوم. نظن النقص تاع المباريات اللي ما لعبنا حتى ولا مباراه هو اللي اثر علينا. الحمد لله اليوم لعبنا في صاله عندنا وكان الجمهور تاعنا، نشكر الجمهور تاع الوادي على كل حال في كل مره موجود وفي كل مره يساند الفريق الى اخر دقيقه. نتمنى يبقى يساعدنا ويساندنا في المباريات هذه ان شاء الله. كما نقولوا احنا مادام فزنا بالمقابله هي اهم من كل شيء، وما يخفلكش شيخ ان هذه اول مقابله للفريق الاولمبي الواد، ما حضرنا مقابله وديه، ما نقص المنافسه في المباراه واضح، وزيد تجديد اللاعبين كما نقولوا 80% من لجان صغار تاع الولايه، ودجوار ولا طروا جوار كما نقولوا احنا ركيتوا من الفريق، مازال انسجام مازال العمل. فارق بين اللاعبين وفارق بين الاولمبي وحنا، كان احنا مجموعه متكونه من الشبان، وفريق الاولمبي الواد مجموعه متكامله الله يبارك، وهذه هي احنا شدينا معهم في اول مباراه.